ازيكم في فيديو جديد في قناتي ملك.م. النهاردة الفيديو هيكون عبارة عن تحدي التعرف على الشخصية. اوكي، بس قبل ما نبدأ الفيديو معلش لو تقدروا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعارات وتعملوا شير للفيديو لأكثر عدد من اصحابكم وتعملوا شير لحملة توصيل ملك لمية مشترك في اسرع وقت وعملوا لايك لايك للفيديو. اوكي، انا تاخرت في تنزيل الفيديو معلش، بس عبال يعني ما حاولت الاقي فكره انزل ايه وكده. بس المهم انا نزلت برنامج لو خيروك، بس انا لقيته اكتر انه بيعرف عن الشخصيه مش بيخيروك، يعني فهمت قصدي؟ فممكن انا اعمل بعدين لو خيروك بس حقيقي، يعني انا لو كنت هعمل لو خيروك كنت اعمله بس كده، يعني من بعدين هبقى اعمل حقيقي. لكن طلعت لقيته انه احسن تعريف للشخصيه، فخلينا يلا نبدأ في الفيديو. اوكي، انا كتبت كل الحاجات اللي انا هقولها في الدفتر ده وهشوف يعني هنختار ايه. اوكي، اول حاجة انترنت بطيء مجاني مدى الحياة او اسرع انترنت وتدفع عليه مبلغ $100 شهريا. انا الصراحة بقول عادي انترنت بطيء مجاني بس مدى الحياة. طيب رقم 2، تتابع المباراة عبر التلفاز او تتابع مباراة عبر الملعب. انا بقول عبر التلفاز احسن لانه الملعب بيكون يعني الناس وجماهير ودوشة، وما بحبش انا الصراحة الدوشة كتير، وكمان يعني ساعات الدنيا بتمطر بس انا بكسل كمان اروح، يعني فهمتوا؟ يعني بفضل اني اكون في البيت اكل فشار مع نفسي واتفرج، واصلا انا مش بحبش الكورة كتير، يعني بتفرج لما بتفرج يعني بيكون نادرا بس مع بابا او كده. طيب لو خيروك ما بين العقل او المال، فانا اختار العقل لانه ممكن كمان العقل هو اللي بيجيب المال اصلا. يعني ازاي انت بتشتغلي بدون عقل؟ لا، انا بقول العقل ومش مهم المال، يعني قد العقل. اوكي، رقم معرفش كام، تكون باتمان او سوبرمان. انا بقول سوبرمان، ما بحبش الباتمان لانه خفاش، انا ما بحبش الخفافيش، انا بحب يعني بكره الحشرات والحيوانات الغريبة. اوكي، فلا نكون سوبرمان. سوبرمان يعني تحسه شخص عادي طبيعي، باتمان تحسه خفاش، فلا. تكون ممثل او مغني. انا بقول ممثل، صوتي مش حلو كتير فمش لازم يعني نكون مغنيين. تحذف قناتك او تسكن في بيت مهجور. صراحة انا بكره البيوت المهجورة وكده، مش عايزة احذف قناتي. ليه؟ قناتي حلوة فيها ناس حلوين. بقول اسكن في بيت مهجور، بس يعني اخذ حد من اخواتي او كده يكونوا معايا لاني بخاف اقعد لوحدي الصراحه. طيب تغير اسمك او تغير صفه فيك. طيب اغير صفه فيا، بس اغير ايه؟ اني ما بشربش ميه كتير، لانه انا فعلا ما بشربش ميه كتير، يعني انا عايزه اشرب ميه اكتر، و دي صفة فيا وحشة كتير، بشرب مية قليل جدا، نادرا اصلا لما بشرب مية. اوكي، يوم كامل بدون انترنت، يوم كامل بدون جوال، يوم كامل بدون انترنت، لانه الجوال او الموبايل بيكون في برامج يعني ساعات بدون انترنت، يعني العاب بسيطة كتير، فانا يعني عادي اقعد اتسلى وما كنش ملانة، بس على اني ما كنش في اصلا انترنت. لا ليه يعني؟ فهمت قصدك؟ طيب تتحكم في البشر او تتحكم في الحيوانات؟ الصراحة اتحكم في الحيوانات. انا اصلا ليه اتحكم يعني؟ ما بحبش ليه اتحكم فيهم، بس لو هتحكم في الحيوانات ممكن يعني اتحكم في قطة، ممكن اشتري قطة اتحكم فيها انها يعني ما تقعدش كتير، تقعد تخربش الدنيا او كده، فهمتوا؟ يعني انا بحب القطط وبحب ممكن شوية كلاب، ما بحبش ابدا كل انواع الكلاب خالص، بخاف منهم ساعات. طيب تكون صادق لكن فقير، تكون كذاب لكن غني. اكيد صادق، لانه يعني الصدق هي اصلا صفة حلوة كتير، انه هي الصفة الاساسية في الانسان، الصدق حلوة كتير، صفة حلوة. كذب على فكرة حبل قصير، فانه في الاخر انه لازم يعني بعد الكذب لازم تقول الصراحة، وممكن تفقد كمان كل أموالك بعدين، فهمت قصدي؟
دائما تشعر بالحر حتى في أوقات البرد؟ تشعر بالبرد حتى في أشد أوقات الحر؟ ده صعب الصراحة. أنا بقول بالبرد، بس أنا يعني بحس بالبرد غير عن أخواتي. يعني ممكن أخواتي دلوقتي يعني دفيانين، أنا أكون متلجة. فيعني أنا لما بالنسبة لي أحس بالتلج بتجمد، ولما بحس بالحر بتضايق. بس هختار البرد، يعني ممكن أدفي نفسي عادي. طيب، تشوف المستقبل أو تغير الماضي؟ أنا رأيي أشوف المستقبل. يعني أغير الماضي مش مهم. ليه أغير الماضي؟ خلاص عدى وفات، ولو غيرت إلا هيحصل جديد، ما فيش كتير تغييرات يعني. فلا، بقول أشوف المستقبل أحسن. عايزة أشوف إلا هيحصل في العالم. بيقولوا كمان إنه الأرض هتبقى إنه مش كويسة كتير يعني، فهمتوا؟ في جفاف، حالات جفاف، في حالات موت، الصحراء انتشر، حاجات كده يعني، وندرة المياه، ده اللي بشوفه. مش عارفة تفقد مفاتيحك الخاصة بك أو تفقد جوالك الشخصي. طبعا المفاتيح، يعني المفتاح أكيد الواحد عنده أكتر من نسخة، أما الجوال في كل معلوماتك، في كل بياناتك، في كل إيميلاتك الخاصة. فلا، ما بقول أفقد المفتاح. وبكده حبايبي نكون خلصنا الفيديو. أتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك كبير كبير للفيديو، وتشتركوا في قناتي إذا أنتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. وما تنسوش تعملوا شير لحملة توصيل ملك لميت مشترك في أسرع وقت. وكمان اعملوا للفيديو شير كتير لكل الشخص انتم عندكم. وفعلا اسف على التاخير على الفيديو ده، بس والله كنت بحاول الاقي فكره. فاستنوني في الفيديو الجاي استنوني في الفيديو الجاي. يلا باي حبايبي. دلوقتي بالنسبه لحفله عيد ميلادي او يوم ميلادي، انا المفروض كنت اعمله امبارح، بس قلنا لانه دي بدعة يعني احنا ما بنحتفلش كتير بيها وبنؤمنش بيها، فخليناها ممكن النهاردة انزل فيديو حفلة عيد ميلادي او بكرة. وبالنسبة لمعلومة الفيديو ده، المعلومة بتقول انكم تشربوا مية كتير كتير قد ما تقدروا، حطوا مية جنبكم في كل حتة، لانه غلط كتير انكم ما تشربوش مية، على الاقل اشربوا 8 كوبايات. واستنوني في الفيديو الجاي واشوفكم. يلا باي.